Shalom. Shalom. طفل صغير بسيط قوي زي داود لمس قلب الرب، فالرب اختاره أن يكون ملك بيحمل ملكوته على الأرض. داود كولد اختبر أمر عجيب جدا، لأنه قال للرب كده أنه واحدة سألت وإياه ألتمس أن أسكن في بيت الرب إلى الأبد. أنا بصلي أن الروح القدس يلمس قلوبنا ويمسح جسد المسيح بمسحة داود اللي كانت في قلبه، أنه في الساعة دي أن إحنا نستقبل نقلة جديدة، أن نقول له نعم يا رب نريد، إحنا عايزين حميمية عميقة، عايزين ننظر إلى جمالك، أن نؤخذ في جودك، نريد أن عيوننا تبقى مثبتة عليك وأن نرى وجهة نظرك. آمين.